الحفاظ على تراثنا هو حفاظ على أصالتنا وهويتنا في سوس على ما يبدو الواقع غير هذا. ولهنا نحكي تحديدا على حبس المختار واللي هو معلم تاريخي بالمدينة العربي، تم استغلاله مؤخرا من قبل أحد الأشخاص واللي هو رجل قانون وقاضي عسكري، وين قام بتخصيص جانب هام من حبس المختار الفتح محل تجاري دون وجه حق ودون رخصة. هذا وفق ما أكده لنا رئيس جمعية صيانة مدينة سوسة عبد الجليل بوراوي وكاتب عام الجمعية أيضا منير بوراوي. قلنا للتذكير حبس المختار هو كان حبس قبل، من بعد وقت اللي تم استرجاعه هو ملك من أملاك الدولة، تم وضعه على ذمة اتحاد المكوفين وكانوا ينشطوا فيه يصنعوا فيه مواد متاع تنظيف في بين الناس كنا نعرفوه اللي هو على ذمة مكفوفين ونشوفوهم مكفوفين وتخرج السلعة من غادي وهم داخلين خارجين وهم متعهدين بالمقر هذا. ما رأنا إلا في الأشهر الأخيرة أنه ثم أشغال تتم في المعهد هذا، كتبنا البلدية وعلمناهم على أنه ثم أشغال تتم في المقر هذا واللي هو ماذا بينا اللي البلدية تحافظ عليه وما تخليش يقع تشويه، وخاصة يخرجوا منه حوانت ويقع استغلالها لحساب خواص اللي ما عندهم حتى صفة تولي محلات تجاري. مع الأسف البلدية ما تحركتش، عملنا لها رسالة ثانية للتذكير، رئيس النيابة الخصوصية السابق سي محمد المكني بعث لنا نسخة من جواب وجهه للشرطة البلدية. رغم هذا الكل ما صار حتى شيء، قال حتى الاتصال بالسيد الكاتب العام وقال أنا ما في باليش. إذا عندنا نشاط ليلي في المدينة العتيقة نلقاو معناها شانتي يخدم بالليل 10 متاع الليل، شانتي يخدم في الليل سمعناها معناها إنسان مخالف. بعد درج قعدنا نتحاوروا مع الأخيان غادي كاي، بعد رجع المول اللي يدعي كونه كاري من طرف جمعية المكفوفين، رئيس الجمعية وأنا شخصيا كنت حاضر، قال له عندك رخصة؟ قال له رخصة مصبوبة. قال له أنت مادام ما عندكش رخصة وهي مصبوبة ما تنجمش تقوم بالأشغال، ولهذا معناها جمعية المكفوفين غالطة اللي تكري معلم أثري، سيد ما عندوش الحق يبني ويتدخل في معلم أثري بك الطريقة هذيك ويبني معناها محلات تجارية بك. والغريب في الأمر أنه هو رجل قانون، السيد هذا رجل قانون قاضي، هل من المعقول باش معناها رجل قانون يخالف القانون؟ مشيت بنفسي للكاتب العام تاع البلدية قلت شو علمته، وقال لي ما في باليش وقت اللي هو المكاتب وصلت له. حتى نقفوا أكثر على حقيقة التجاوز القانوني هذا، توجهنا للمحل التجاري وتأكدنا من أنه بناء جديد وتم تجهيزه بواجهات ومصابيح إضاءة، كما تم وضع اسم المحل عليه ويبدو أنه جاهز قريبا لفتح أبوابه للعموم، في الوقت اللي بلدية سوسة وتحديدا رئيس مصلحة الشؤون العقارية والممتلكات حسيبة معرف تأكد لنا أنه ما عندها حتى علم بالموضوع لليوم، كما رفضت مدنا بأي تصريح. كيف كيف رئيس تعاضدية المكفوفين شكري المزوغي رفض مدنا بأي معلومة وأبدى توتر كبير خلال حديثه معنا. هذا واستحال علينا الاتصال بكاتب عام البلدية حاتم شاكر اللي لقيناه في عطلة مرضية مطولة. في خضم هذا الكل ويني هيبة الدولة ويني مصداقيتها، وكيفاش يسمح رجل قانون وقاضي عسكري لنفسه أنه يعتدي على حرمة معلم أثري دون وجه حق ودون رخصة، وكيفاش كاتب عام بلدية سوسة يقول لا علم لي بالموضوع، وإلى متى اليوم سياسة المعارف والأكتاف متوغلة ومعشة في هالبلاد؟ الموضوع في التجاوز بيده معقول ولا غير معقول؟ شكون اللي أعطاه الإذن؟ شكون اللي فسح له المجال؟ وشكون اللي خلاه يخدم؟ برشا أسأل ونقاط استفهام أكيد باش تكون لينا بخصوصها متابعة متواصلة في الأيامات القادمة.